صحة وسلامة إن شاء الله. طول ما خرج المغرب داخل المغرب. ها؟ هذه مطيشة. نبرد الدنيا في الغداء عاوتاني تبرد الدنيا، ور العصر فاش كنفيقوا من بعد القيلولة كنبرد الدنيا. بالطبيعة ما شاء الله تبارك الله والبرودة. مجموعة العام كتجي صراحة زوينة مع شوية على العافية، وتقلع على العافية كتجي واعرة مع شوية الحر. والعينين صافوان، شو كدير؟ هذيك خبيزة خبيز، شنا نديروها؟ شنو فينا نديروها؟ فين؟ نحموها فرنا. كتعجبك الخبيزه الفرنا؟ تخليني. ها تعجبك الحلوه؟ ايوا اليوم ان شاء الله يا ربي. يلا جينا نيشان الفرن، موحشين الخبز الفرن تبارك الله. عتي شحال هذه ما حمينا فيها من الزيتون، واقيلا ما حمينا فيها والله الا من الزيتون، انا بحدي ما كنحميش فيها. هاي تبارك الله عليكم، صباحكم لاباس عليكم، بواشركم مبروكة، بالصحة والسلامة إن شاء الله. وطول عمر خرج المغرب داخل المغرب. إيوا دابا اليوم جينا محشين في الفرن، الخبز الفرن ضروري. جينا البارح وليت مني اليوم، قلت والو ما نعجن جدا، نعجن بنحمي في الفرن وحبيت حلاوة. إيوا والخبز الفرن يا ولادي طبيعية، وخليكم على خير وبخير، وحشنا الخبز الفرن والحاجة على الكانون. ايوا ولادي هذا حب الدنيا، الله يجعل خير ربي واجركم بركه الصحه والسلامه نتوما ولادكم. اخر الوطن خارج الوطن داخل الوطن. حقا شحال هذه محمينا فيها؟ بارده بخو بارده يا حال هذه. قول بسينه عبد الله صل بسينه، وصغمنا الفرينه ديالنا صبغناها. حيدي يدك حيدي، صبغناها وقديناها. هذا الفرن احنا براسنا جينا والو ما نعجنوش الفران، كنبنوا الخبز الفران. شوف عملنا عرفتي شنو دار الخبز ولي ولي، خبز الفران صحية مزيانة يا ولادي. عمل تبارك الله طبل كنشطبوها مزيان، ما بقاش فيها باش ما لصقنا حتى شي حاجة في الشطابة جديدة، كلشي جديد. عاودنا من الأول كلشي جديد. هذا تطبخ مزيان ما تبقاش فيها حتى شي حاجه. هكا حادي راه خاصها فوان التحاب ليك، هكا حادي ديالك هكا طيبه لك ميما البشره. هذه البشره كبيره ان شاء الله، خمرت بزاف هذه البشره هذه ياك هذه. الصغيره صفوان في العيد بقى لك حاح لولادي غزلان يا خلي. ان شاء الله ضروري حنا الكحاح ضروري كنعملوهم في العيد. الله نبقيو شي حاجه للوالد ديالنا. شوف خسرنا صفوان الخبز، خسرنا الخبز كحماق على العجين. حماق شطيطة مطيطة والعينين دلقيطة. صفوان عندك طيح ما طيحش، ها نزيد ندفع ولا بركة. ها انتوما الأرجوحة مع الطبيعة الجميلة والمناظر الرائعة. يا سلام ها شطيطة مطيطة. شنو هي هذيك؟ الرتيلة قول لها الرتيلة. أنا فران بالعواد كنت نعجن الخبزات ونعقيهم، وأنا ما كانش الخبز بالعواد والو، أنا ولادي ما نعرفش نعيش ما نعرفش ناكل. لا 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 خليها غير خليها صفور خليها. تحلي عندي خالتي شوية جد دنجات شهينة الصراحة، كنت كنشوي غير فوق البوطة كيحماقني مشوي في ضروري. حنا أصلا من حمو ضروري نشوي في الفلا، ميمكنشي نعملو هادي. واخ هاي كيحبني من هادي مشوية جلدينة. كنحماقني انا الناس مليني يعمروا الطباطل ويجيبوهم من الفرن. كتجي مزيان كتجي واحد لدة وتجي لدة ديالك تجي لك فيها ثومة زايدة ثومة بالربيع. انا نعطيك صافي كل جوج حبيبة. واخا واخا
الله خليها تما. هذاك فاي شو سميتو هذا؟ شو سميتو؟ قولي شو سميتو هذا عافاك. شو سميتو؟ طاي طاي. قولي طاي طاي. قول طاي طاي. شو نشوفو الخبيز ديالنا فيوصل. سبحان الله ما شاء الله. طاب زدت قف مزيان بعدا. اللي زدت قف صبيحه. ايوا الحمد لله تبارك الله الله طيبان حنا الناس ما شاء الله صل على النبي الناس اللي يتوحموا يسمحوا لنا الصباح هذا راه عجبنا الخبز باش نفطروا بها سخونه على الزيت واو مع الزيت شي واحد الدايل جربوها جربوها ما شاء الله هذه عاوزه لنا صفوان انتما تبارك الله جات غزاله فيها الريحه حبه حلاوه عملت فيها حبه حلاوه بلديه حبه اللح حبه حلاوه بلديه ايوا ضروري امسحوها غير ديك الجمار وصافي اما هي اللي جي عندي أنا الجمار طيبة تحت كانت حامية خبيزة ديالنا طافت المشاهدين بنفطرو بيها سخونة إن شاء الله وما شاهيناكم وسمحوا لنا المشاهدين والله إلا نشاهيكم ورجع مرحبا به يستاهل كل خير هانتوما صفر عادينا شوف ماما كدير مطيشة قال لك هانتوما هانتوما يا المشاهدين صفوان يا صفوان شنو كتصايب صفوان شنو هادي شنو هادي مطيشة وقول لهم المقادير اللي درتي فيها درتي التوما زيد نصاوب معكم ان شاء الله الدنجل اللي شوينا في الفرن هانتوما عملت هنا شويه ماء واحد مطيشه وشويه مطيشه الحب الربيع الثومه ضروري الثومه كثروا منها كتجي واعره وشويه الحار والعطريه شويه التحميره الكمون الابزار ها الثوم اللي حاصل كنخليها حتى هبط ديك مطيشه حيت مطيشه ما شويتهاش غير قطعتها تقريبا هاي دابا هبطت لي وعندي هنايا كما كاع ماما يلا عندي ديك الدنجال والفلفله اللي شويت معاكم ها هي كيفاش نقيتها وقطعتها طريفه دابا غنديرها ان شاء الله على هذا خلي حيبه خلي حيبه عيب شويه ودي هاد مريق البيصه ها بركه الله في الطبيعه الجميله والرائعه ما شاء الله تبارك الله ومن قمه قمم الجبال كنقدم لكم واحد الباك اللي عباره عن كيلو عسل طبيعي حر اصلي كيلو ديال الزيتون اسود ما شاء الله تبارك الله مشرمل مخلع بالزيت كيلو ديال الزيتون محمض ما شاء الله تبارك الله خاص بالطاجين والدجاج ديال الصفرة وعا كيجي ما شاء الله كيلو زيتون اخضر مخلع بالزيت ما شاء الله تبارك الله او قرعه ديال نص كيلو ديال حبوب اللقاح هذا الباك شامل التوصيل بالنسبه للمدن المغربيه حتى لباب الدار واصلكم ب 550 درهم ما شاء الله تبارك الله حنا غير العسل كنحسبوا ليه 550 درهم يعني هذه القراعي بحال غتذوقوا كيلو زيتون اسود كيلو زيتون محمد كيلو زيتون اخضر ونص كيلو حبوب اللقاح هادو فقط بحال غتذوقوهم يعني بحال نتوما يلا غتخلصوا العسل هذا الباك شامل ب 550 درهم هذا خاص بعرض عيد الاضحى المبارك ما شاء الله تبارك الله اللي بغاه مرحبا الف مرحبا يتواصل معنا اللهم زيد وبارك عطيني هذه اي برافو ايوا غندخل مزيان هاد الترمولات في هاد الدجاج صراحه زوينه مع شويه على العافيه وغتقلع على العافيه كتجي واعره مع شويه الحار كتجي زوينه ولا عينين انتما سيدي صفوان كيتبرع في الطفوله ديالو واحسن شطيطه يا سلام هاد الشطيطه زوينه صفوان شكون اللي كيسوق بك شكون اكلتني الشطيطه تما ياك شكون اللي كيسوق بك فميه بشرى بشرى العزيزه عزيزه بشرى ياك زوينه بشرى فنه حتى
حتى انت صفوان جميل بالصحة والعافية. وخليها هي مسكينة تلعب على بوش على الشطيطة، ولا بلاتي تتعيا انت تتشبع. تتشبع انت يا يلا بالصحة والراحة يا. دابا من طبيعة الحال غنضربو شي غدا فاعل تارك، أول غدا من بعد من طبيعة الحال في الصيف غنضربو شي غدا فاعل تارك هنا في الجريدة. وأول حاجة غنديروها هي غنبرد الدنيا، حنا يوميا كل صباح فاش نفيقو غنبرد الدنيا في الغدا عاوتاني تبرد الدنيا، ور العصر فاش كنفيقو من بعد القيلولة كنبرد الدنيا. يلا حيلا صفوان حيل 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 عاد ندير واحد لكم معنا ان شاء الله في الايام القليله غنصبغ هاد الدنيا كامله وغندير لي فاز ديال الورد راه حنا جبناهم. ايش تصبغوا ها صور هو يا الله على اللي عطيه صور هو انا غتعرف تصور ايه يا العين هنا ودي غنص العين عين 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 اش من ضربك عين اش من ضربك عين برافو عليك سيد توحشوني اللي تيتي نلعب معاك تلعب بحدا ها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله قول بسم الله بسم الله هاد الدنجال حقا موريتي مش الدنجال كي جات هاد الدنجال جات فنه يا سلام تكتوكه مع الدنجال مع كل شيء العديسه البلديه العديسه البلديه راه واجده وصوني عليها بزاف ديال الناس قالوا لي صيفطوها لي راه يلا وجدات بسم الله ندوقوها معكم كدو الله الا كدو ما شاء الله يلا صافو ندوق العديسه رد عليا الخبر غدا طبيعي بيو بلدي 100% بالطبيعه ما شاء الله تبارك الله والبروده ومجموعين العام هذه السويتان عمو السويتان ديال الخوت وكتوحش لبزاف توحشنا حجاجه كيصبح يلا بسم الله عديسه تبارك الله ما شاء الله بيضه بلديه على حقها وطريقها يا سلام تبارك الله 15 دقيقه كطيب كدو كدو عبسيله وتوي ما عرفتي داكشي اللي بغاها راه كاينه مرحبا مرحبا بيض عرفتي راه العدس البلديه لذيذه بزاف على فرق كبير بينه وبين العدس العاديه يا سلام يلا بالصحه والعافيه الصغار كيديروا لها صفون كياكل العدس ياكلها بارده 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 بالصحه